ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا أسامة غزال، اهلا بكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن واحد في رأيي الخاص احسن فيديو في فئة السينماتيك اديتنج على يوتيوب، اللي صوره وعمل له الاديتنج بتاعه واحد اسمه ليوناردو ديليساندري. هو مخرج ومصور ايطالي، اشتغل مع ناس كتير جدا زي مرسيدس، مع ابل، اشتغل مع اسماء كبيرة قوي. هو شاطر جدا وليه تكنيك مميز جدا خاص بيه. فالنهارده تركيزنا هيكون على الستوري تيلينج وعلى التكنيكس اللي هو استخدمها في التصوير اكتر من تركيزنا على الكاتس او ترانزيشنز، تمام؟ فهو برضو من اهم مميزاته ان هو بيحاول يركز اكتر على الستوري تيلينج بالنسبه للمكان اللي هو بيصور فيه، اكتر من تركيزه ان هو يبقى بيسال لايف ستايل معين او ان هو بيوري حاجه معينه زي ما احنا متعودين في الفيديوز اللي بنشوفها على يوتيوب. فتعالوا نشوف الفيديو بتاعه وبعد كده نبدا ازاي نحلله خطوه بخطوه. This is the voice of an embryo past. The sound of horses and the strong walk of men. Do you feel me? This is your cultural thrill. The smell of a powerful land. تمام يا جماعة، ايه اللي مخلي الفيديو كده؟ ايه الميجر كي بوينتس اللي ليوناردو داليساندرو استخدمها علشان الفيديو يطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ انا عارف طبعا ان في كتير منكم دلوقتي فاهمين السبيد رامبنج والماسكينج تكنيكس، بغض النظر ايه السوفت وير اللي انت بتستخدمه، لو انت بريمير برو يوزر، لو انت فاينل كات يوزر، لو انت افتر افكتس يوزر زي حالاتي كده، تقريبا نفس الخطوات في كل السوفت ويرز دي. بس ايه الفرق؟ ايه اللي مخلي الفيديو مميز قوي بالشكل ده؟
تمام، الفرق بسيط جدا. الفرق ان ليوناردو اليساندرو طبعا عارف التكنيكس دي زينا كلنا، ولكن الفرق الواضح ان هو ازاي وامتى بيستخدمهم. الحاجه التانيه، طريقه تصوير ليوناردو اليساندرو بتعتمد اساسا على عنصرين مهمين جدا. اول حاجه كونسبت اسمه سيميلاريتيز او المتماثلات، الكونسبت التاني اللي هو الناس بتسميه كونتراست. والكونتراست هنا مش المقصود منه الكولر جريدنج، لا، الكونتراست اللي هو التناقض ما بين مشهد والتاني بحيث ان هو يوصل المعلومة بشكل اوضح. فاول مثال عندنا هنا على الكونسبت بتاع الكونتراست هو المشهد البطيء ده، السلو موشن سين للست اللي بتحاول تاخد نفسها دي، وبعده على طول لو رجعنا المشهد تاني بالشكل ده هنلاقي ان الكاميرا بتمشي بشكل سريع جدا على كذا مشهد بعده، الكتاب، المية، ايد الراجل، اللعبة اللي هي بتلف دي. وبعد كده اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الكاميرا هتاخدنا تاني على الكتاب ده اللي هو المشهد بيبدأ يبطأ فيه مرة تانية بحيث ان هو يرجعنا لنقطة الصفر تاني او لنقطة البداية تاني. والمقصود بنقطة البداية هنا مش الست اللي بتتنفس اللي كانت في الاول اللي هي الست المحجبة، لا، المقصود هنا اللي هو الفايب او نفس الاحساس اللي كان في الاول، الاحساس بالهدوء، بالسكينه، الكلام ده كله. وده زي ليوناردو داليساندري بيستخدم التناقض في سرعه وتيره الفيديو بتاعته علشان يفضل شادد انتباهنا ويوصل لنا رؤيته. تاني مثال عندنا هنا على الكونسيبت بتاع الكونتراست هو زي ما احنا شايفين هنا اللونج باوز، او ان هو وقف بالكاميرا بتاعته لمده طويله على الراجل العجوز ده، وبعد كده حصل بان سريع جدا بالكاميرا علشان يروح للطفلين دول. زي ما احنا شايفين في تضاد ما بين المشهدين، راجل عجوز، طفلين صغيرين. وهنا هو ده، هي دي الطريقة اللي كان ليوناردو اليساندرو بيحاول يستخدمها علشان يوصل لنا المعلومة عن طريق ان هو يورينا البلد اللي هو بيصور فيها او المكان اللي هو بيصور فيه زي ما هو شايفه. وهو ده الستوري تيلينج يا جماعة. الستوري تيلينج مش ان انت تنقل الحاجة زي ما هي، لا، انت بتحاول تنقل اللي انت شايفه، بتحاول تخلي الناس تعيش اللي انت عايشه وتشوف اللي انت شايفه. وده ليه؟ علشان طبعا يكون في الاخر حاجة مختلفة انت بتحاول تعملها وتحاول تقول للناس عليها. تمام، دلوقتي نقدر نروح للكونسبت التاني اللي ليوناردو اليساندرو استخدمه، وهو السيميلاريتيز او المتماثلات. وده هو عبارة عن انك بتستخدم مجموعة من المشاهد اللي بتكون ماشية في نفس الفلو او نفس الديركشن بحيث ان انت يفضل على طول انتباهك مشدود لنفس الوتيرة. فهنا مثلا بدأ بتسليط الكاميرا بتاعته على السماء زي ما احنا شايفين، وبعد كده هيحصل انه هيستخدم عنصر ما او بريدج element زي ما احنا شايفين الطيارة هنا، بحيث ان هو بيجهز للترانزيشن على المشهد اللي بعده. تمام، فهنا هنرجع تاني بزوم جدا على الطيارة، وبعد كده الزوم ده هو عمله علشان يعمل الترانزيشن على الطائر علشان في الاخر ياخدنا لللاندنج ديستنيشن بتاعتنا اللي هي التصوير البطيء على الجبل. فمن الاول اللي حصل ايه؟ سلط الكاميرا بتاعته على السما، وبعد كده بيجهز للترانزيشن بتاعه وايد انجل على الطياره اللي موجوده، بعد كده زوم ان على طياره تانية علشان يعمل ترانزيشن للطائر علشان يفضل محافظ على نفس الفايب اللي موجود هنا اللي هو التحليق او ان انت طاير. وكل ده بيعمله ليه؟ علشان ياخدنا في الاخر على اللاندنج ديستنيشن بتاعتنا او اخر محطة في السيكونس دي اللي هي التصوير البطيء للجبل من الجو اللي هو الاريال فيو او اللي هو التصوير الهوائي باستخدام الدرون. تمام يا جماعة، دلوقتي هنشوف ازاي قدر ان هو يدمج ما بين المفهومين دولت مع بعض اللي هم السيميلاريتيز اند الكونتراست بحيث ان هو يفضل شادد انتباهك وتبقى السيكونس بتاعته مترابطة وفي نفس الوقت ما يديلكش فرصة سهلة ان انت تتنبأ بايه اللي هيحصل بعد كده. فزي ما احنا شايفين هو بدأ بهايبر لابس سريع جدا على الكنيسة متبوع بزاوية واسعة جدا لتصوير الناس وهي ماشية، وبعد كده بيقطع او بيكسر الريتم ده كله بصورة الراجل اللي بيصلي في المسجد. فهنا السيميلاريتي ايه؟ السيميلاريتي موجودة من حيث الروحانيات ان هو بيدمج مشهدين مع بعض دور عبادة، ولكن التناقض في المشهد ايه؟ حاجتين. الحاجة الأولى إن تصوير الهايبر لابس للكنيسة كان من بره، التصوير الناس اللي ماشية دي طبعا كان اوت دور بره، ولكن ختم السيكونس بصورة كوزي جدا للراجل اللي هو بيصلي جوه المسجد ده. فهنا زي ما قلت قبل كده كان في أكتر من استفادة للدمج ده: واحد، سرع الوتيرة جدا، اتنين، شد انتباهك جدا، تلاتة،
خلاك دايما بتتساءل ايه اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى هو عايز يقول ايه في الاخر، ودايما مخليك مستني الاجابه في اخر مشهد في السيكونس. تمام، حاجه اخيره يا جماعه لازم الفت نظركم ليها، بس قبل ما الفت نظركم في حاجه، يعني في حد مهم جدا انا بحب دايما اتفرج عليه، مخرج اسمه رون هاورد، كسبان الاوسكارز مرتين قبل كده، حد معروف جدا. رون هاورد مره قال ان انت علشان يكون عندك تكامل ما بين العناصر في المشاهد بتاعتك، حاول ان انت دايما تدور على الحتة او المنطقة اللي بيبقى فيها حاجة مشتركة ما بين العناصر دي. وهنا زي ما احنا شايفين في الفيديو، ليوناردو كان بيعمل ده عن طريق حركة الأوبجيكتس او العناصر اللي موجودة في المشهد. فهنا مثلا بدأ بإيد الراجل اللي هو الصياد ده، متبوعة بإيد حد تاني متحركة في نفس الاتجاه لإيد حد تالت، زي ما احنا شايفين في كذا إيد في الموضوع. بس الغرض منها هنا إيه؟ إن هو يكرييت fluid motion أو حركة متناسقة ما يبقاش فيها أي خلل، يعني وإنت مركز على اللي بيحصل قدامك في الشاشة. فلما إنت بتقدر تعمل كده، زي ما احنا شايفين ليوناردو ألساندري كان بيعمل كده بإن هو بيزوم إن قوي على الأوبجيكتس اللي موجودة قدامه أو داخل الفريم بتاع الكاميرا بتاعته. بيعمل كده ليه؟ علشان طبعا اول حاجة يعزز من قيمة الاوبجكتس اللي موجودة دي، تاني حاجة ان حركة الاشياء داخل الفريم بتاع الكاميرا اقوى بكتير جدا من ان انت تحرك الكاميرا نفسها، او ان انت يعني مثلا تعمل روتيشن بالكاميرا، او بعد حتى كده ان انت تعمل ترانزيشنز اند كاتس هايلة جدا على اي سوفت وير. دايما حركة العناصر داخل الفريم بتاع التصوير اقوى بكتير من البوست برودكشن. فده كان بشكل او باخر كل حاجة حبيت اقولها لكم النهاردة يا جماعة عن الفيديو ده، من اهم الفيديوهات بالنسبة لي بصراحة، بحبه جدا. وزي ما قلت في الاول، طبعا هو كان بيحاول يكابيتلايز على كل دوت ويطلع يخليه اي كاتشي اكتر عن طريق استخدام السبيد رامبينج اند ماسكينج تكنيكس. اتمنى يا رب يا جماعة ان الفيديو يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه. لو في عندكم اي اقتراحات سيبوها في الكومنت سكشن تحت، وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتتابعوني على انستغرام علشان دايما تفضلوا اوير باي فيديو جديد انزله. شكرا يا جماعه جدا، واشوفكم المره الجايه.